في استقرار تقريبا، استقرار في التشكيل او استقرار في الفني بالنسبه لخطه المدرب. بس هذا ما يعكس انه المباراه الوديه ما تعكس الواقع وحال الفريق السعودي قبل معترك كوريا، لانه المباراه الوديه زي ما قلت لك مباراه وديه ممكن في السابق حتى على مدار قبل 98 من 94 كانت في نتائج سلبيه في المباريات الوديه تصل الى الخمسه، ونحن نهزمنا امام اليونان بخمسه قبل 94، ولعبنا امام الفريق الهولندي وهو متكامل وكان بامكاننا ان نكسبه لولا اخطاء فرديه. ولكن دائما في كل مباراه حتى لو كان الفريق صغير او كبير استعدادك زي ما ارجع واقول استعداد الذهني والحضور الذهني والاصرار والعزيمه وكل هذه ان شاء الله راح تكون متوفره. والشيء الثاني اللي هو متوفر اعتقد اللي هو يعني احساس بالمسؤوليه عمد اكثر. ولكن اليوم ربع ساعه قبل المباراه ونص ساعه قبل المباراه كنا نجد يبدو ان القحطاني سيشتري الكابتن فسرها للعيبه وطبقها في التدريب. طبعا تركيز من سامي الجابر، ويبدو المنتخب السعودي يريدنا مباشره من الدمام. المنتخب السعودي كبيره احتراف جيد في داخل وخارج كوريا الجنوبيه التي تعاملت مع جوس هيدينغ الذي يشهد له بالكفاءه ووصلت الى المركز الرابع عالميا. كيف يمكن ان تقتنع في جون بونفرير وهو الذي لم يقدم اشياء؟ مين كان في مكان بونفرير؟ مين كان؟ طبعا نعرف المدرب السابق المغربي البرتغالي. البرتغالي نعم، يعني كانت مغامرة. نعم، وكان الوقت كافي والمنتخب الكوري عنده التزامات وتعرف. نعم، الكرة القدم في السماسرة اللي موجودة. نعم، مين كان كالديرون ينجح أو يخفق؟ مين؟ نعم، كالديرون اديلي أنت اسم نادي دربه. نعم، اديلي اسم نادي أو منتخب أو كذا، اديلي اسم كالديرون في. نعم، يعني في عدة سماسرة هم اللي ناجحين في الكرة اليوم في الكرة. هل نقول أن المنتخب السعودي ربما ذهب ضحية سماسرة بالمجيء بكالديرون؟ المنتخب السعودي مازال ما خسرش. المنتخب السعودي عنده 95 دقيقة. نعم، ونعرفه في الكورة طيبة. طبعا كل شيء ممكن إذا مام هالجمهور. أن تبتعد عن الملعب وتلعب في ملعب آخر. المباريات الودية أنا نعرف وكلكم وكنا نعرف أن المدرب ما يطلبش حاجة هامة، ما يطلبش الاندفاع. نعم، ما يطلبش القتال على الكورة، ما يطلبش الصراعات هذه كل. على تعليق نصر احمد، ما عليكم بالطبع الا استعمال جهاز التحكم من او ريموت كنترول للتحول من هذا المعلق الى المعلق الاخر. معلقان من اسره واحده، من اسره اوربت، الى الزميل ناصر والى الزميل نبيل نقشبندي، اليكما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام. بيو بمشيئة الله على يعني الحضور المميز كالمعتاد للكرة السعودية في المواقف المحرجة وفي المواقف الصعبة. أعتقد المباراة مهيئة تماما، أو الفريق السعودي مهيئ تماما لتقديم مباراة كبيرة. عموما تبدو أيضا مشاهدينا الكرام على أصوات متداخلة بين المعلقين في هذا اللقاء. المخرج اللقاء الأستاذ سعد الوثلق بتجاوز على المباريات الودية التي لم تكن موفقة للمنتخب السعودي. كرة مقطوعة كير مع ياسر القحطاني يهيئها للسعد السعودي. ياسر يحاول يعدي بشكل حلو. ياسر ينطلق، فرصة سعودية أمام المرمى، مرت بقوة وحلوة وركنية قوية وحلوة وركنية. حلوة حلوة حلوة، والبداية الحلوة تعطي التفاؤل. وكريري سيطر عليها بشكل حلو، يلعبها إلى سامي، سامي لياسر، ياسر لسامي، والكرة مرة أخرى لصالح المنتخب السعودي. وخطأ السعودي، يجب أن يلعب بسرعة أكثر للاستفادة من هدوء المنتخب الكوري، لكن إلى خطأ يهدي به لاعب المنتخب السعودي. بينية لسامي، سامي حاول يهيئها ولكنها مقطوعة لدى تكر. يلعبها لسامي الى من خالد عزيز، تيسير لسامي، سامي حاول، سامي حاول يهيئها الى مناف ابو شقير، يعدي مناف وارضيه، عرضيه، عرضي. اي فرصه للتسديد قويه، حلو
تغيرت اتجاهها مع حارس المرمى المندفع لليمين، ولكن الى وين؟ الى سامي الجابر. الان سامي يحاول يعدي، يحاول يعدي ممن؟ الى سامي. سامي وسط تغطيه من بارك جاي هونغ. سامي الجابر، سامي ينتظر من؟ من زملائه، ولكن يغير راي الان، يلعبها الى سامي الجابر. سامي يحاول يعدي، هيها جهه اليسار الى تيسير مره اخرى، كره لسعود كريري يلعبها حلوه. سامي يعدي منها، سامي هيها حلوه جهه اليسار. الله، حلو بس ممكن تكون احلى، حلوه بس ممكن تكون احلى، بين سامي وبين تيسير، والكره الى يد لي دونغ حارس المرمى. احلى كره للسعوديه هذه، عادله والله كان ممكن. امر خطورتها منتهي. سامي الجابر حاول يحصل على الكره، ان شاء الله متى ما سجل المنتخب السعودي هدفا فسيقدم الكوريون كثيرا للامام. سامي حاول يعدي، هنا اعاقه وخطا لصالح سامي، ومن المؤكد بطاقه للاعب المنتخب الكوري، يقول اخطيت هنا واخطيت هناك، والان جاء دور البطاقه. هذه البطاقه ان شاء الله ستقلل من عطاء هذا اللاعب. شوف، واضحه جدا، خطا للمنتخب السعودي. الحكم يناقش مساعده، وخصوصا بعتقد ممتع. سامي الجابر يهيئ كره سريعه لياسر، سريعه لياسر تتخلص الى خارج الملعب. سامي مره اخرى يقود هجوم سعودي، يحاول يعدي، يهيئ حلوه لمناف، مناف يعدي، يعدي مناف، يا ولد يا ولد يا ولد. آه، سامي يحاول، سامي ينتظر، يسدد على اليسار الى تركيز اكثر، اللعب بالتغطيه الدفاعيه بكامل اللاعبين مع الابقاء على ياسر وسامي في الجانب الهجومي. عيني على الهجوم الى سامي، سامي سيطر عليها، هنا ممكن يعدي منه سامي، ممكن ولا لا؟ سامي يحتفظ بالكره، ومهارات فرديه حاول، ولكن الى ركله مرمى. استفاده من خلف ظهير الجنب بالنسبه للفريق الكوري، لان الفريق عندما يلعب بثلاث مدافعين يجب ايقاف اللاعبين واللعب على الاطراف، يعني اللعب في المكان. سيول كي هيون، لي يونغ بيو، بارك جاي سونغ، لي تشون سو. كره لما ستقابل كوريا اوزبكستان، كره لصالح المنتخب السعودي، تتهيأ سريعة إلى المنتخب السعودي. سامي الجابر، ولكن تغطية كورية، حاول يعدي كريري. سامي الجابر سيطر على الكرة، يلعبها سريعة، انطلاقة حلوة المنتخب السعودي. تيسير وياسر يحاول يعدي تيسير، ولكن كرة مقطوعة مرة أخرى، تتهيأ سامي الجابر، يتقدم سامي يحاول يعدي. اللي خلصها مبروك قبل قليل من سعود كريري الهدف. السعودي مرة أخرى، هجمة سعودية، سامي الجابر يهيئها، مبروك للمال، نؤكد عليه. نعم، يعدي سامي الجابر، سامي ينطلق، يحاول يسيطر على الكرة، يلعبها لمن؟ إلى الشلهوب، الشلهوب يسيطر عليها، يهيئها، لمين من زملائه؟ إلى الخزران، بتروح بسرعة، أكيد في تعليمات إنك تطلع بسرعة. كما يقول كابتن بلال، بونوي بومبري لخالد عزيز، خالد يلعبها طويله الى سامي الجابر، سامي وبارك، يتقدم سامي على يساره الى ياسر القحطاني، ياسر يسيطر عليها، يحاول يعدي ياسر، يهيئها لمن من زملائه؟ مع سامي ومع الشلهوب، يحاول يهيئها لمن منهم؟ كرتها مقطوعه، لا تزال لياسر. هجوم، تركيز عالي من اللاعبين، واعتقد انه فوز يعني فعلا مستحق بجميع المقاييس بهذا الحضور الجماهيري الكبير. سامي الجابر يقود هجوم سعودي، عرضيه مقطوعه من دفاع الكوري، لاعب المنتخب السعودي خالد عزيز الى سامي الجابر، يعدي سامي، وخطا لصالح المنتخب السعودي على بارك. خلاص كالديرون سعيد بالنتيجه حتى الان 2-0. بارك عنده بطاقه، او هذا البطاقه لمن؟ اعتراض من اللاعب، يعدي صاحب على اليمين لسامي، سامي سيطر عليها، يلعبها حلوه، انطلاقه سعوديه، ثلاثه سعوديه وثلاثه من كوريا. محمد الشلهوب يحاول يعدي، محمد ينطلق تجاه المرمى الكوري، يعدي هالمره، يلعبها الى سامي الجابر، سامي كره مقطوعه. شكرا لزميل طارق الحماد، كلمات جميله من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد. الكابتن سامي الجابر معي الهواء، معليش يا اخوان، على الهواء مع الكابتن سامي. كابتن سامي الف مبروك. الله يبارك فيك، الحمد لله. قلت كلمات كانوا رجال بحق، ماذا تقصد؟ والله حقيقه اولا احمد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر، والحقيقه انه الجميع رجال، من يعني جهاز فني، اداري، لاعبين،
يعني اعتقد انه الحمد لله اليوم شفتوا زي ما قلنا يمكن الاخوان الاعلاميين كانوا على موعد بعد مباراه فنلندا وقلنا لكم بنوعدكم ان شاء الله من هذا المكان والحمد لله. لكن انا لي كلمه. ما هي؟ الان والله الحمد تحقق الفوز، هذه مجرد 3 نقاط، لا 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 يجب ان نبالغ في الفرحه لانه ورانا مباراه مهمه يوم الاربعاء القادم وتصفيات كاس العالم ليست مباراه واحده. كوريا 6 محطات، 6 محطات الان المحطه الثانيه تعديناها ولله الحمد، عندنا محطه ثالثه، يجب الا نبالغ، الا نعطي فرح اكبر من حجمه. نعم. الليله نفرح بكره خلاص، يعني اعتقد انه حتى الكلام هذا موجه للجميع، يعني للجميع بدون استثناء، اتمنى ان نمشي على هذا الطريق. والحمد لله الجميع وقف، من جمهور، من اعلام، مرئي، مقري، الحمد لله يعني الجميع وقف معنا، يجب ان لا نبالغ، اليوم نحتفل، بكره ننسى، عندنا مهمه يوم الاربعاء، لو احنا خسرناها يوم الاربعاء موضعنا موقعنا صعب، لكن بهالروح بهالقتال ان شاء الله عندنا موعد يوم الاربعاء ان شاء الله نحصد 7 نقاط في اول جوله والجوله الثالثه. لما اقول رجال اعرف ان هؤلاء اللاعبين حتى لو مباراه واحده او مباراتين كانت وديه لا تعني نهايه المطاف، عندهم اكثر من كذا، سيقولون كلمتهم ان شاء الله بعد، لانه عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى ثم بالزملاء اللاعبين انهم يعون هذا الشعار لهم لابسينه. وشكرا سامي. سامي قبل ما تمشي لاحظنا انك كنت تلعب الكره ببطء، هل كان ذلك متعمدا؟ طبعا، لانه انت تعرف رتم الفريق الكوري، لما انت متقدم لازم تحاول تحتفظ بالكره، هذا طلب من السيد كالديرون، انك تحافظ على الكره، تحاول تحضن عليها، تحاول تمسك الكره، تحاول تبطيها على اساس زملائك يكسبون 30 40 50 متر للامام، لانه تعرف الارتداد السريع الكوري صعب جدا. صحيح. وهذه هي نقلاتهم وسرعاتهم على الجهه اليمين وعلى الجهه الشمال. سامي، الفريق ذكرت انه احد مفاتيح الفوز باذن الله تعالى بعد توفيق الله هو التركيز طوال ال 90 دقيقه، في بدايه الشوط الثاني الفريق فقد التركيز كثيرا، لماذا؟ شيء طبيعي ترى محمد، لانه الفريق الكوري ليس فريق بالسهل، وفريق كوريا عنده لاعبين تقريبا 7 لاعبين محترفين في اوروبا يعرفون كيف يسيطرون على الكره، عندهم مهارات عاليه، عندهم كنترول، عندهم اسلوب وطريقه لعب معروفه، اعتقد انه الحمد لله مهما كان فقدنا التركيز جزء بسيط، ولكن كانوا رجال واستردينا قواتنا، كانت المفروض تكون اكثر، لكن الحمد لله. اللاعب رقم واحد للجمهور، هل كان عنده حسن ظن سامي واللاعبين؟ بدون ادنى شك انه دائما الجمهور اللاعب رقم واحد. الف مبروك، يعطيك كل عافيه سامي. جميل.